الشركاء الزملاء ينتظرنا النهار مكثف حافل بالأخبار. سيعطينا المتكلمون المتحدثون أخبار هامة حول تطورات الشركة، وستكون هناك معلومات مهمة جدا وقيمة، فأحضروا الأوراق والأقلام للكتابة. ونحن على عتبة الأسواق العالمية، ولن يوقفنا أحد عن ذلك. ومن لا يعرفني، أحيانا كنت أتكلم وألقي بعض المحاضرات. أنا ليدر مانجر حاليا، أنا ممثل المجلس القادة في إسبانيا. الكلام لمانويل سانشيز، الكلام لمانويل سانشيز هو رئيس مدير برنامج الشراكة جمعية المستهلكين في مؤسسة التطور العالمي الاقتصادي، رئيس مجلس الرئاسة المحلية بإسبانيا، مشترك في ماراثون، ومالك مشارك لمحفظة الاستثمار العالمية. هذه أفضل صيغة لتطوير المنتجات وتوسيع جمعية الاستهلاكية، ونطورها. لقد عملنا يعني مؤسسة مهجنة، إن ننتج أو نقوم بتطور جديد. سنبدأ من متحدث معروف رائع، وكما قلت نحن نقترب من السوق الحرة. برنامجنا لهذا اليوم أحداث شهر أغسطس، معلومات فعلية عن سير تنفيذ مشروع عبقري التمويل، معلومات فعلية عن سير تنفيذ مشروع التنقيب في البيانات، ومعلومات فعلية عن سير تنفيذ مشروع يوغين والتقرير المالي. ومعلومات فعلية عن سير تنفيذ مشروع سلسلة الكتل البلوكشين يعني. وفي النهاية الأسئلة والأجوبة. هذه الأدوات ستكون مهمة جدا ومفيدة لنا لتنفيذ وتطوير مشروعنا، وسنتكلم الآن. سأقدم متحدث بالنسبة للتنقيب عن البيانات، شيء مهم جدا، واليوغين أيضا. وسنتحدث عن التقرير المالي، تقارير هامة بالأرقام،
وسنحاول في نهاية هذه المحاضرات الإجابة على الأسئلة المختلفة. هذا الويبينار يتم تسجيله وبث مباشر، سنتحدث عن الأخبار أو الأحداث التي كانت في الشهر الماضي. سننتقل إلى الشريحة التالية، هي أحداث شهر أغسطس. سنبدأ بنجوم المتكلمين. أقدم لكم الشريك الرائع، الزميل الرائع، وهو يتكلم ويبتسم دائما وهو إيجابي. بمعارفه ومهاراته قدم الكثير للشركة في نظام الشراكة في أستراليا. هو ممثل مجلس الرئاسة المقصود أندرو خوكس، رئيس في بناء برنامج الشراكة جمعية المستهلكين، ومدرب في طبعا العبقرية المالية، وعضو في جمعية جنرالات العالم من أجل السلام، ومخلص وطبعا في التسويق والمبيعات مهم جدا، ومستثمر خاص وصاحب أعمال. أشكرك مانويل، أثمن ذلك وأقدر ذلك. ضعوا إشارة زائد إذا هل تسمعوني وتروني بشكل جيد. ضعوا إشارات بحر من الإشارات الزائد لتعطوني طاقة. هل تروا الشاشة؟ ضعوا إشارة زائد. السلايدات أو الشرائح جيدة. لأنك مدحتني أكثر من اللازم. ليس لدينا متسع من الوقت. لي الشرف اليوم. ماذا حدث في شهر أغسطس؟ نقدم لكم. نحن في سبتمبر وسينتهي العام. لنا ما يسرنا. الكثير استخدموا وحصلوا على نقاط CRU. أي نقدم إليكم 150 نقطة من العملة المشفرة CRU كهدية لأعضاء نادي VIP. نهنئ القادة بشهر يوليو، كيفية قادة المتحدث العبقري الذي بداخلك. هذه سلايدات. هل حلمتم أن تكونوا متحدثين؟ والتمتع بالمهارات العالية للمتحدثين الدوليين وغيره.
ليس الجميع يتقنون ذلك. لو رأيتم متحدثين في العام الماضي دوما يسعى الشخص ليكون يعني دقيقا في المعلومات والتحدث الى فأحد المتحدثين سيعلمكم كيف تتحدثون للناس في المحاضرات أمام الناس أمام الجماهير. في شهر يوليو الكثير وصلوا إلى رتب عالية ونحن نتشرف أن نقدمهم. ولكل القادة الذين ساهموا في ذلك والحصول على العروض الترويجية المختلفة. هذه البونصات والمكافآت ستكون يعني جدا رائعة لكم ومفيدة ومحفزة للصعود على سلم القيادة. ندعوكم لزيارة مكتبنا الجديد في أستراليا. إذا كنتم أو ستكونون بالقرب منا في أستراليا أو الدول المحيطة المقصود. لتزيدوا دخلكم لأسباب مختلفة. وبسبب الفيروسات الكوفيد هذا فلم نتمكن من التوسع. مفتوح من الساعة 10 صباحا وإلى المساء من مكتبنا في أستراليا. برنامج الولاء في شهر أغسطس تم منح علاوة شهر يوليو جميع المشاركين ببرنامج العملة المشفرة حصلوا على علاوة برنامج الولاء لشهر يوليو 2020. يعني نسبة الصرف لكل نقطة عملة مشفرة بلغ يعني 4 أصفار بعد الفاصلة 2.957 إلى آخره. وإذا أردتم مكافآت أكثر يجب أن تكونوا أعضاء في نادي VIP. نتقدم بالتهنئة لجميع الشركاء. هل حلمتم أن تحاضروا أمام الجماهير؟ هل كنتم تحلموا بالوقوف والتحدث أمام الجماهير؟ هذا ممكن. ودعونا إيجر الذي يتمتع بصفات غير عادية في المحاضرات كقائد كشخص يعني مميز. الترويج التالي نادي VIP المستمر يعني المستثمر الخاص تم منح علاوة بحسب برنامج الولاء لشهر يوليو. أي جميع أعضاء نادي VIP المستثمر الخاص حصلوا على علاوات بحسب برنامج الولاء الخاص بالنادي لشهر يوليو 2020. وكما تعلمون هناك يعني نموذج جديد على شكل بوكس اللي هي عبقرية التمويل. أي تم إرسال اللعبة الورقية في العلبة إلى الطبع أو الطباعة.
وعملنا تنازل لهذه العلبة الورقية، أي لعبة عبقرية الأموال، كي لا نحمل الشناطي أو الحقائب الكبيرة الجلدية. هل أعجبتكم هذه اللعبة؟ ضعوا إشارة. من أفضل أنواع الاستثمار، كل المعلومات التي تعطيها. وهي من أفضل الألعاب التعليمية. فأبدو رأيكم في الدردشة. إذن نهنئ مشاركين في الماراثون، أفضل 10 مشاركين لشهر يوليو، أي ماراثون الاستثمار الجماعي متعدد المستويات. هناك الأسماء مذكورة من 1 إلى 10. كانت رحلة طويلة كل يوم وكل شهر للمشاركة في هذه في هذا الماراثون الرائع. وكنتم تقومون بالواجبات البيتية، وأرفع قبعتي أمامكم احتراما لكم. إنكم في منتصف الطريق الآن إذا عملتم ذلك. وهذا تطور وتقدم كبير أيضا. لقد تم إزاحة أو تخلص أو يعني TNG، أي وظيفة سحب الأموال غير فعالة. تم إيقاف وظيفة سحب الأموال من الحساب الخاص TNG نظرا إلى كونها غير فعالة إلى الخدمة، أي من الممكن دائما تحويل الرصيد المتبقي إلى الحسابات الرئيسية لو حسابات أو حسابات علاوات، وذلك بحساب أكاديمية المستثمر الخاص أو CRU. فتعدين البيانات، ضعوا إشارة 1 أو رقم 1، أي صفحة تصدير البيانات للتنقيب في البيانات أصبحت متاحة في الحساب الخاص في أكاديمية المستثمر الخاص. هذا البرنامج سيساعد شركتنا في تطوير أعداد المشاركين، وهذا من مصلحتنا جميعا. أي عندما نبدأ باقتراح منتجاتنا وستحصلون على الدخول إضافية. يجب أن تحسم الأمر وتشاركوا في هذا البرنامج تعدين البيانات. وقد زادت الأعداد لدي بشكل أسي، يعني بشكل قوي جدا. وأنا يعني مقتنع كليا بنتائج هذه البرنامج. ونتكلم عن الجمعة الذهبية التي كانت في الأسبوع الماضي والخصومات الرائعة. يعني خصومات ضخمة التي كانت يعني في الجمعة الذهبية السابقة الماضية. كان نجاح غير عادي، وسيتم طباعة الإحصائيات والأرقام، وهذا يرفع دخولنا جميعا. لذلك ازدادت بونصاتنا في برنامج الولاء والإخلاص.
وبالتالي يمكننا أن نأخذ ممتلكات جديدة للاستثمارات في لشركتنا على المحفظة العالمية. وستكون هذه الدخول أكثر فأكثر مستقبلا. ودعونا مشاركين جدد، وظائف شاغرة لهذه، يعني مترجمين، ندعوكم للعمل معنا كمترجمين في اللغات الهندية والفيتنامية والمنغولية. هذه الوظائف الشاغرة سيتم كتابتها في الملفات الشخصية لكل عضو أو لكل مستثمر باك أوفيس. أي لا يوجد أي محددات. ولغاية شهر أغسطس كناس عاديين يمكن أن تشتري الباقات. الآن الناس القانونيين أو الاعتبارين يمكن أن يشتروا الباقات، يعني لا مزيد من القيود. يعني حتى هناك قيد واحد فقط على شراء المنتجات التعليمية والمعلوماتية من أكاديمية المستثمر الخاص، وهو تقييد الشراء من قبل أشخاص الاعتباريين. تهانينا، فقد تم إلغاء هذه القيود. سترون ذلك في ملفاتكم، وسترون هذه الأخبار كلها. وفي أغسطس أيضا الحديث حول نادي المستثمر الخاص بأبي، لمن لم يقرر إلى الآن، هل تحتاجون إلى فترة سماح أخرى؟ سيتم تمديد أو تم تمديد لغاية أكتوبر، يعني تمنح فترة السماح في نادي VIP الآتي: الحصول على منتجات في فئات EIPCRU والحصول على علاوات من الشركة بحسب برنامج الشراكة. هذا الوقت الآن هو الملام للدخول والاشتراك في برنامج VIP أو نادي VIP. الأول من أكتوبر سيكون هناك الحدث، سيكون هناك 3 جلسات: الأولى 8 ساعات، والثانية 3 ساعات، والثالثة 3 ساعات. الكثير من الناس يعملون في هذا البرنامج وتجهيزه وإعداده. سؤال أطرحه إليكم: هل يمكن لشركتنا أن تقوم بأمسيات؟ الغرفة الإنجليزية نعم. أنظر إلى جميع الأسئلة، الإجابات عفوا. نعم، هذا الحدث سيكون غير عادي. سيتم الإعلان عن التاريخ. لا تخططوا إلى أي سفر،
ربما سيتم بثه مباشرة، سيكون شكل غير عادي هذا البث أو الاحتفال، احتفالية. في الأسبوع القادم ستكون هناك الأخبار في الباك أوفيس أو في الملف الشخصي. سأعطي الكلمة لمانويل واستمتعوا بهذه الأخبار والأعمال الخيرة رأيت شاي كثيرا خلال تاريخ شركتنا. ماذا سينتظرنا؟ سأعرف ما أقول وأنا متأكد. هذا الربع الأخير من السنة الكثير نحن انتظرناه بفارغ الصبر. حافظوا على أنفسكم واحموا أنفسكم. الكلمة الآن لمانويل. شكرا أندريو، هذه الأخبار الرائعة. ومستوى الثقة بالنسبة لتعدين البيانات، أدعو للمشاركة. يعني هناك الآن فترة هامة جدا للكريبتو يونيت الذي سينير كل العالم بأخباره. أخبار رائعة، إنكم معي ونحن بشكل واقعي أمام إمكانية رائعة وكبيرة. من هم من امتلك هذه الإمكانية والآخرين بعضهم يفكرون، وهناك مستقبل لدينا رائع، مستقبل رائع. ربما هذه الأخبار التي توقعناها ستأتي مقدما أو سلفا. نحن في شركة يعني ابتكارية وتعطي الانطباعات الرائعة بأخبارها الرائعة. وهل تعرفون ما مدى تأثير هذه الأخبار على هؤلاء الذين يستمعون إلينا المرة الأولى؟ الآن نحن بانتظار المناسبة وهذا اليوبيليه الذي ننتظره، نريد أن نحتفل كما احتفلنا في الماضي، كما حدث في الهند وغيرها، لكن لا توجد لدينا فرصة غير الاحتفال بهذا الحدث بشكل أونلاين. طبعا أنا يعني قلق جدا، هذا أمر مقلق. أنا كل مرة أقدم بعض المعلومات الجديدة ويكون لي شرف في ذلك. أنا يعني أشعر بمشاعر هذا العدد الكبير من الناس من جميع أنحاء العالم، وأشعر هذه الوحدة التي توحدنا جميعا، وأنا أشعر بالتغيرات التي ستحدث في العالم وفي الإنسانية بشكل عام. ولكن إذا الآن أنتم تستمعون ولكنكم لستم يعني متعمقون بأعمالنا، أنا أدعوكم لدينا الحق يعني في تغيير حياتنا إلى الأفضل ونعرف ماذا يحدث حولنا. كل شخص لديه الحق في أن يكون
حر من الناحية المالية. طبعا البرنامج يمضي لدينا أيضا شخص رائع الذي سيعطينا معلومات رائعة. وما عدا هذا هذه المعلومات هي تكون مهمة جدا أيضا. حسنا وأخيرا أخبرونا أن عبقرية تمويل هي انتقلت إلى شكل جديد. أنا يعني من هؤلاء الذين يحلم بفتح هذه العلبة لأنه بما كما أخبروني أن هذه اللعبة ستكون رائعة وفعالة. يعني نحن نستطيع وإياكم أن نتعلم خلال اللعب. يعني هذه الأداة ستمنحنا الكثير من المشاعر الإيجابية. هذا شيء مريح جدا لأن الناس يعني لن يكون لديهم عدم الرغبة في القيام بشيء معين. هذه لعبة يعني الشخص يجلس يلعب ويتعلم في نفس الوقت. والشريحة التالية سيكون الدور كما نقول السنيورة تاتيانا لأنني لا أستطيع أن أتلفظ اللقب باللغة الروسية لأن هذه الألقاب باللغة الروسية بالنسبة لي كالقطار هي طويلة جدا وأنا آسف تاتيانا. هي حقا امرأة عبقرية. هي الآن مديرة مشاريع مثل عبقرية تمويل. والأفضل أن أترك الكلمة لها لأنها شخص محترف بحق. وهذا المنتج والمشروع سيرى الضوء عن قريب. صديقتي تاتيانا تفضلي. شكرا جزيلا مانويل. أنا يعني سعيدة جدا بتواجد اليوم معكم. اليوم سأحدثكم عن سير هذا البرنامج. وما عدا هذا سأتحدث لكم أيضا عن الماراثون 260. نبدأ الآن باللعبة اللوحية وننتقل إلى الشريحة التالية. لا أعرف لماذا لا يمكن تغيير هذه الشريحة. سأخبركم يعني بالمعلومات التي تغيرت. ماذا فعلنا في أغسطس؟ في أغسطس نحن انتهينا كما قال أندرو مرحلة كبيرة جدا هي ترجمة اللعبة إلى 10 لغات. نحن عملنا مع عدد كبير من الشركاء والمترجمين. قمنا بإعداد يعني بالقيام باختبارات مختلفة وقمنا بإعادة التأكد من بعض المصطلحات والأمور الموجودة. ونحن الآن متأكدون بأن الترجمة هي ممتازة باللغات 10. في شهر أغسطس نحن قمنا بإرسال 10 نسخ بلغات 10 إلى المطبعة. وإلى نهاية هذا الشهر سنحصل على 5000 لعبة في 4 لغات. بأي لغات سنتحدث إليكم فيما بعد. وماذا أيضا يعتبر من أهم الأشياء أيضا في الأسبوع القادم من 7 إلى 10 من سبتمبر سيكون لدينا 10 قطع الأولى سنحصل عليها. يعني بدأنا بالحصول على هذه الألعاب. بدأنا رأينا هذه العلب برائحة الحبر من المطبعة. وأنا أأمل أن أريكم
كيفية يعني عمل خط الإنتاج وإنتاج هذه الأعداد أو الكميات الضخمة. أتمنى أن أريكم هذه الأمور، هذه المقاطع الفيديو في اللقاء القادم. ما عدا هذا، في أغسطس نحن قمنا بتسجيل إعلانين عن اللعبة. يمكنكم، كنت أتمنى أن يعني نرى هذه المقاطع، ولكن الصعوبة هي والأسف أن المترجمين لم يكن لديهم الوقت في الترجمة، لأن مقاطع الفيديو باللغة الروسية، وسيكون هذا الأمر صعب بالنسبة إليكم. أنا أعتقد في الأسبوع القادم سنتمكن من هذه من توفير هذه الفيديو، هذه المقاطع باللغات، وفيها سيكون مثلا كيفية فتح العلبة، وما هي أجزاء اللعبة، وكيفية اللعب، وكل هذه المعلومات ستكون موجودة. ماذا أيضا في أغسطس فعلنا؟ كان هناك يعني عملية إرسال المعلومات والوثائق للحصول على براءات الاختراع. بما أننا يعني قمنا بإرسال هذه الوثائق الرسمية، أصبح لدينا الإمكانية بإرسال وتصدير هذه اللعبة إلى دول أخرى. وبراءة الاختراع سنحصل عليها بعد عدة أسابيع. هذا الأمر يعني هو يحتاج إلى وقت طويل. ولنرى أيضا ماذا كان لدينا في سبتمبر، ننتقل إلى الشريحة التالية. هذه الشريحة هي صحيحة، الخطة لشهر سبتمبر. بدأ مبيعات اللعبة كما قلنا 5000 لعبة من مطبعة سنحصل عليها في سبتمبر، و5000 أخرى في أكتوبر. لا يمكن الطباعة بشكل أسرع، لأن كل لعبة يتم إلصاقها وإلصاق الصور الموجودة عليها بشكل يدوي، ولذلك يعني نحن اتخذنا هذا القرار لتكون الجودة أفضل، وإليكم ستكون الجودة مرتفعة وعالية. كما أخبرتكم عن الدفعة الأولى، كما ترون أمامكم، سأقوله مرة أخرى، اللغة الروسية والإنجليزية 2000 قطعة، 2000 قطعة باللغة الروسية، و2000 أخرى بالإنجليزية، الإيطالية والهندية والمانيبورية 1000 قطعة بكل لغة، اللغة الفيتنامية والعربية والفرنسية والإيطالية 500 قطعة لكل من هذه اللغات. هذا يعني يعني يتعلق بسرعة البيع وحجم البيع، ونحن على هذا الأساس نقوم ب يعني الطبع ب أعداد أخرى أكبر أو بحسب المبيعات. كما تحدثنا أيضا أنه في روسيا بسبب الجائحة هناك بعض القيود على إرسال بعض الطرود إلى عدد من الدول، ولذلك نحن اخترنا خيار آخر، هو إرسال وجبة من الألعاب إلى الدول الأخرى بأحجام ضخمة، فهذا سيحتاج إلى وقت طويل، وسيتم النقل عن طريق البحر، وسيحتاج إلى 3 أشهر، و هذا بسبب القيود على الإرسال، ويعني تحلوا بالصبر، لأن لا يستطيع الجميع الحصول على هذه
الألعاب في الفترة القادمة. نسخة اللعبة الأونلاين، وسنتحدث عن ماذا التطورات. في أغسطس دخلنا إلى مرحلة التطوير. في أغسطس وسبتمبر سيكون يعني المشروع في مرحلة التطور الفني والاختبارات الداخلية الخاصة في اللعبة. يعني طبعا الأمور التي يجب أن نقوم بها التسجيل والتفويض في أكاديمية المستثمر الخاص، وكل شخص قام بالتسجيل في مؤسستنا سيحصل على دخول إلى اللعبة، وهؤلاء الذين سيقومون بالتسجيل مرة أخرى سيحدث تزامن بشكل تلقائي مع الحساب الخاص. هناك لعبة لمستخدم واحد، يعني أنت تلعب مع الكمبيوتر، وهناك أيضا لعبة لعدة مستخدمين، يعني عندما 8 أشخاص 10 أشخاص يقومون باللعب معا في نفس الوقت. وأيضا نحن نناقش موضوع المسابقات، يعني يجب أن تكون هناك تصفيات نهائية مثلا، نحن أيضا نناقش هذا الموضوع. وهناك أيضا موضوعات أخرى، التعرف على ما هي اللغات التي تكون الأهم، يعني عدد اللاعبين المستخدمين الأكبر. وسيكون هناك بث على تويتش كما ترون، لكي يكون أي شخص يمكنه مشاهدة اللعبة بشكل أونلاين، وأيضا اتخاذ قرار إذا تريد أن تشارك أو لا. وأيضا ستكون هناك حسابات خاصة، وتكون حسابات للاعبين، للمقدمين والمسؤولين. كل شخص يمكنه أن يكون يعني في المقدمة من المتقدمين، لأنه حصل على مرات كبيرة من الفوز والجوائز، فهو يمكنه أن يكون يعني أن يكون مستشار لهؤلاء الذين لا يعرفون اللعب بشكل جيد. كل شخص لديه إنترنت وكمبيوتر يمكنه الدخول إلى الموقع والبدء باللعب، فقط التسجيل في هذا النظام بشكل مجاني. ونحن سيكون لدينا أيضا الاشتراكات التي تكون غير مجانية، يعني مدفوعة الثمن على موقعنا، والنسخ المدفوعة الثمن هي ستكون في النهائيات ممكن. وفي هذه اللعبة في المستقبل يمكنك أن تحصل على بعض العملات المشفرة أو الرموز المميزة توكنز في أكاديمية المستثمر الخاص. أنا أعتقد أن النسخة التجريبية من الممكن أن ستكون في الاجتماع القادم في اليوبيليه لشركتنا. نحن نحاول أن نعرض عليكم هذه اللعبة في أكتوبر، تبدأ يعني الاختبار لهذه اللعبة. هذه كانت معلومات حول عبقرية التمويل، حول اللعبة الورقية وأونلاين. والآن سنتحدث قليلا عن الماراثون. نحن بدأنا في فبراير، ونحن الآن لمدة 8 أشهر. كان هناك بدأ في البداية أكثر من 2500 مشترك، هذا الشيء رائع. أريد أن أقول أن العدد الأكبر هم وصلوا إلى النهاية. كما تعرفون أن الكثير لا يستطيعون أن يواصلوا ويصلوا إلى النهاية. أنا يعني فخورة جدا بهؤلاء الذين المشاركين الذين وصلوا إلى النهاية. هناك
ضمن هؤلاء المشاركين هناك ناس نشطاء جدا وقاموا بإضافة أمور جيدة وحصلوا على معرفة واهتموا بالمؤسس بشكل عام، ولدينا أكثر من 10,000 يعني مشارك. هؤلاء الذين قاموا بالتسجيل أثناء الماراثون قاموا بجذب أكثر من 60,000 دولار للمؤسسة، تقريبا 200 شخص مشترك قاموا بترفيع المراتب. يعني لدينا أشخاص كانوا قد انضموا إلينا فقط في وقت الماراثون، وكانوا فقط يعني برتبة مشارك أو شريك، والآن أصبحوا كعميل وحصلوا على مراكز متقدمة وجوائز. كان لدينا أجرينا 73 دورة وأكثر من 250 اتصال، وأصبحوا هم يعني جزء من أصبحوا جزء من مجلس الرئاسة. وهذه الأمور لدينا أيضا أمامنا 20 يوما من الماراثون، تبقي لدينا يعني يجب على الجميع الذين وصلوا إلى النهاية وقاموا بالمشاركة من البداية سيحصل على شهادة أكاديمية مستثمر خاصة. يكون لدينا شهادات مختلفة، يعني من كان كمستمع أو من قام بالعمل بشكل فردي وما قام بالاعتماد على مثلا القائمين بهذا البرنامج، يعني قام بالعمل بشكل فردي. وأيضا طبعا سيحصلون على شهادة الذي هؤلاء الذين حصلوا على حسب التدريب من المعلومات الكاملة. أريد أن أقول أنه لدينا 100 شخص هم من الأفضل، يعني 170 واجب البيتي هم قاموا به بشكل ممتاز. عندما دخلنا إلى الماراثون في وقت ما نحن قلنا أنه من يقوم به يعني القيام بجميع الواجبات البيتية التي تقدم إلى الجميع سيحصل على بطاقة في الإيفنت التي ستكون أيضا أونلاين. وستكون هذه البطاقات موجودة في الحسابات الشخصية. وأيضا سنقوم بمنح شهادات لهؤلاء الذين قاموا بالواجبات البيتية بنسبة 100%. أيضا نحن نريد أن نقول أن الدورة الأخيرة النهائية من الممكن أن تكون أونلاين، وأن تكون هي دورة يعني الحصول على الجوائز. أنا أعتقد إذا قمنا بهذا الأمر فنحن ندعوكم وندعو الجميع لحضور هذا الأمر. نحن الآن نناقش هذه الفكرة. أشكركم جميعا على الانتباه، على حسن الانتباه ولي الشرف بإعطائكم وتوجيه هذه المعلومات. نهاركم سعيد وشكرا جزيلا. أنتقل إلى منوير. شكرا جزيلا تاتيانا، شكرا، معلومات رائعة وقيمة جدا بما يتعلق بعبقرية التمويل. هذا ما ننتظره، هذا ما نتمناه، أن ترى النور هذه اللعبة عن قريب، أن هذا شيء رائع بحق. وشكرا جزيلا على المعلومات حول الماراثون أيضا.
كما قلتم أن كلمة ماراثون هي يعني كلمة بحد ذاتها فيها كل المعنى، يعني الصبر والقدرة والمعرفة طبعا أهم شيء من هذا الركض كما نسميه، وهذا هو التدريب وفي نهاية الحصول على نتائج. وأنا أيضا أريد أن أهنئ هؤلاء الذين يواصلون العمل، وهؤلاء الذين يقوم بالواجبات البيتية، وهؤلاء الذين يعني يقاتلون من أجل هذه الشركة. هذه الشركة تقدم إلينا معلومات رائعة قيمة، وإذا قمنا بهذا سنحصل على الحرية المالية. أنا أعتقد هذه هي مسألة وقت فقط. أنا أهنئكم مرة أخرى لهذا العمل الجاد في الماراثون، وأهم شيء هو استخدام هذه المعرفة على أرض الواقع وتطبيقها، لأن هذا الأمر هو الذي سيوصلكم إلى تلك الحياة التي تحلمون بها. على أي حال أنتم جميعا مجتهدون وأهنئكم جميعا، وأيضا هناك يمكن أن نقول أن يومنا هو يوم ديناميكي معلومات كثيرة، هذه هي فقط البداية. حقيقة الآن المتحدث الجديد الذي سيأتي إلى على الخشبة، الشريحة التالية سنتحدث عن التنقيف البيانات. أنا أعتقد أن باريس هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يتحدث عن هذا الأمر. لي الشرف الكبير بتقديم هذا الشاب الأنيق والجميل. هو ليس فقط أنيق والجميل والشاب، ولكن هو أيضا مدير مشاريع تنقيف البيانات والتوائم الرقمية. هو منظم ماراثون ومشارك في ماراثون ومدرب عبقري التمويل وخريج ماستر بروف، وهو دائما لديه أمور يمكنه أن يشاركنا هذه الأمور. لي الشرف بأن أدعوك اليوم باريس، الكلمة لك. شكرا جزيلا مانويل. نعم حقيقة لي الشرف أن أشارككم هذه المعلومات والأخبار التي كانت قد تجمعت في شهر أغسطس، ومشاريع وبما في ذلك مشروع التنقيب في البيانات. واليوم سنتحدث عن الإحصائيات. نهاركم سعيد، مساء الخير شركائنا حول العالم. نتحدث عن الأرقام. في أغسطس نحن كان لدينا 6 عروض تقديمية ويبينار حول العالم في توقيت وتواريخ مختلفة، وكان هناك تدريبان منهجية العرض ودعم المنقبين في البيانات، وأيضا أصبح عدد المشاركين كبير جدا. نحن يعني نشكركم لمشاركتكم وتوسيع شبكتنا. وخلال العروض في شهر أغسطس كان لدينا 2500 من الشركاء. هذا كان يعني جيد جدا. نحن عبرنا أو تجاوزنا حجم أو عدد الرخص التي تم بيعها وهو 5000، ونحن أيضا من 5000 رخصة لدينا 3000 منقف في البيانات فعال، وليس هو فقط قام بالشراء. وأندرو أيضا هو تحدث
وأنا أيضا عندما قمت بتفعيل رخصتي في التنقيب في البيانات وفي لينكد إن كان عندي لدي 120 صديقا، وشبكتي توسعت إلى 700 شخص، يعني هذا 400% من النمو. إذا تحدثنا عن المعلومات يعني التنقيب في البيانات، وهذا العقل الضخم وصل إلى 1,245,000، نحن تجاوزنا مرحلة 1,000 منقب، يعني من 20,000 إلى 30,000 منقب يعملون يوميا. وإذا أنتم منقبون نشطاء وتحصلون على عدد غير كبير، لكن تخيلوا هذه الأعداد الصغيرة إذا قمتم بجمعها حول العالم، ستتخيلوا هذا العدد الضخم. يجب علينا أن نركز على هذا الأمر. 1,245,000 شخص هم محتملون، ويجب من الممكن أن يكونوا ضمن المؤسسة. نحن كما نقول أن نحن قمنا بدفع جميع العمولات كما وعدنا في 15 من أغسطس. الأمور أمور الدعم، كانت هناك طلبات متعلقة بالتفعيل والأمور الفنية، ويتم الآن التعامل معها في غضون 24 ساعة. يعني كان هناك الوقت اللازم لحل هذه الأسئلة والإجابة عنها كان 72 ساعة، ولكن قلصنا هذا الوقت إلى 24 ساعة فقط كي نكون يعني صادقون معكم. وتم إجراء سلسلة دورات خاصة. نريد أن نشكر الرؤساء في المناطق المختلفة، وماشال هو نائب الرئيس أيضا الذي أعطانا الفرصة وأوصلنا إلى السوق الفرنسي وأوصلنا إلى الشعب الناس الذين يتكلمون باللغة الفرنسية، وأيضا لجميع الدول الأخرى. سيكون لدينا دورة في يوم الأربعاء، إذا أنتم تريدون أن تقوم بإجراء دورة في منطقتكم اتصلوا بنا، نحن سنحدثكم عن كل شيء بحسب البيع والبروموشنز. إذا كان لديكم فيسبوك أو في كي أنتم سترون ماذا يحدث في المختبر، مختبر الذكاء الاصطناعي. منذ فترة غير بعيدة كان هناك تم إطلاق اثنان من الأفاتارات الرقمية، كان أندرو هوبس. الفيديو هو مشهور، والفيديو الآخر أندري خافراتف، وكان لديه أفاتار أيضا مقطع فيديو مشهور جدا. هذه هي المنتجات الأخرى للتوائم الرقمية التي سنتحدث عنها وسنقوم بعرضها في المستقبل. بهذا الشكل نحن يمكننا أن ننظر إلى المستقبل وكيفية توسع المؤسسة في المستقبل. الشريحة التالية سنتحدث عن الخطط والعروض الترويجية لشهر أكتوبر. لقد أخبرناكم سيتم إحداث نموذج جديد لتعدين البيانات، متى ستضيفون الوسيلة الجديدة للتواصل الاجتماعي؟ للناطقين اللغة الروسية سنضيف VK
النصف الثاني من شهر سبتمبر، يعني حوالي 150 مليون يشاركون في هذا النوع من التواصل الاجتماعي. وحدث مهم، عندما تحدث ألكسندر نيمان لو تم تسجيل الجميع في الفي اي بي لا وصل عددنا الى غايه 10 مليون مشترك. لكي نبدا باختبارات المبيعات الاختباريه ونتكلم عن العروض الترويجية التي تم إطلاقها من أول سبتمبر لمدة شهر كامل، 100 جائزة ألف بال كرو راح تكون النقاط، يعني 100 المراكز الأولى، صندوق الحوافز بما في ذلك الأفضل خمس مراكز، يعني 42,500 نقطة، وحفل توزيع الجوائز للمراكز الخمس الأولى. يجب أن يكون هناك مبيعات مباشرة خاصة ومبيع وبيع في المستوى الثاني، وهذا يساعدنا نحن لتوسيع شبكتنا. فالأسعار ستبقى نفسها التعريفية 100 و250. بالنسبة للمركز الخامس، صاحب هذا المركز يحصل على ميكروفون زائد مصباح دائري و1000 نقطة. المستوى الرابع أو المركز الرابع سيحصل على كاميرا ويب زائد 1000 نقطة سي ار يو. ممكن استخدامها للعب في عبقري الأموال إلى آخره. أن تختار المركز الثالث هاتف ذكي سامسونج أو أبل وبالإضافة إلى 1000 نقطة سي ار يو. المركز الثاني يحصل على لابتوب أو ماك بالإضافة إلى 1000 نقطة سي ار يو. أما المركز الأول ستحصل على دورة خاصة مع أندري خبراتف زائد لابتوب زائد 1000 نقطة سي ار يو. هذه ترويجات خاصة غير عادية، عروض ترويجية مقصود. اكتبوا لنا في الأخبار والدردشات. جزيل الشكر لإصغائكم لما كان لما سيحدث. وأنا خلص عندي ما لا يوجد إضافة. شكرا بوريس على هذه المعلومات القيمة، وأدعو لكل من لم يشتري ليشتروا. هذا سيفتح أمامنا أفاقا جديدة، و
زيادة الدخل أو السيولة، التسييل يسمى. بعد هذه الجوائز طبعا هذه الهدية الكبيرة من أندري خبراته، فهي بوزنها تعادل الذهب. نوسع تأثيرنا وفي شركة نيمي. هذه الأدوات يجعل لنا وزنا كبيرا على المستوى العالمي. هذا الدفع مرة واحدة للعضوية، عضوية التنقيب عن المعادن، عن البيانات. سيبدو لكم ربما أنني طبويا، ولكن وستكون أمامنا الفرص كبيرة، معلومات قيمة ومكثفة، أدوات جديدة. وشركتنا غنية بهذه المعلومات الرائعة في تنقيب البيانات. والمهم أيضا هي عروض يوجين بين رجال الأعمال وبين المستهلكين أو بين الزمان والعملاء. الآن يوجين أقدم لكم الشخص الذي يمكن أن يتحدث بشكل غير عادي عن أداة جديدة اللي هي يوجين. طبعا هو دراغوش ستانسيوس من إيطاليا، ممثل مجلس الرئاسة، رئيس في إطار البرنامج التابع لجمعية المستهلكين، تطور الاقتصادي، مدرب معتمد في دورة ماستر بروفي ومقدم عبقرية التمويل، وعضو بجمعية جنرالات العالم من أجل السلام، ومستثمر محترف. وهو مخلص لأفكار النيمي. الكل ينتظرون هذا المتحدث الرائع. صديقنا دراغوش لديه المعلومات ربما الكثيرة. هل أنت هنا؟ تحياتنا للجميع من إيطاليا، شكرا لمانويل لتقديمه لي لهذا التقديم الرائع، وكل من يراني. مانويل قدمني بشكل رائع. بودي أن أتحدث إليكم للأشياء التي تعطيني طاقة وتحفيزا. صدقوني كرست 3 أيام للاطلاع على مختلف الأخبار، وسأبادلكم تجربتي.
كم هي فائدة الإدارة الجماعية؟ إذا هذه المعلومات مهمة فأعطوا أو سجلوا في الدردشة في الغرف الإيطالية والروسية. لذلك فكرنا أنه مهم أن نوحد كل القادة وإجراء دورة من 3 أيام، دورة تعليمية. دوما أتحدث بعد باريس في هذه الويبينارات. نحن تحدثنا عن التوائم الرقمية، وهذا منتج رائع جدا، هو والداتا مايننج، وهو جذاب ولديه إمكانيات عالية كبيرة. شكرا لباريس للعروض الترويجية التي قدمها لنا. بفضل هذا المشروع نستطيع أن نرفع عدد المشاركين في تنقيب البيانات. هذا المنتج يتيح لنا التنسيق بين الناس الذين يريدون هذا النوع من التجارة أو البزنس. على الجميع أن ينشطوا عضوياتهم، حساباتهم. في اليوم الثاني تكلمنا عن مشروع يوغين، وأريد أن قادتنا استفادوا كثيرا. وتبادلنا الآراء ووجهات النظر في آخر الدورات عندما سنخرج إلى الأسواق العالمية. وحول الأرقام التي سنقترب منها عندما سنعلن وأحد الزملاء قال لي بمساعدة يوغين نستطيع جذب رجال الأعمال، أعداد كبيرة من رجال الأعمال والزبائن طبعا الذين الكل يريدون ويرغبون الدخول إلى عالمنا التجاري والحصول على التخفيضات والبونصات. وسيتم توزيع الأرباح والبونصات بين المستخدمين. وطبعا البونصات المختلفة والبونصات الرد الوفاء والإخلاص. لا، مشروع يوغين لماذا؟ لتحسين أعمال تحسين رجال الأعمال، ونقدم منتج سيحل المشاكل عفوا وتحسين المبيعات. وبشكل آلي سيزيدون مبيعاتهم أو حجم المبيعات. وفي هذا المجال في هذه الحالة وجدنا موضوعا جيدا لأول مرة ناقشناه، وقمنا بدورة تدريبية
كل ذلك يسمح لنا بشكل متحد لتكون أمامنا مفاهيم محددة وواحدة، ويسمح لنا بإطلاق المنتج كفريق واحد. أفكارنا موحدة متشابهة، وطاقات هي توحدنا. ويتيح لنا بناء أو خلق طاقة موحدة مشتركة. وحول سأريكم أو أطرح عليكم فيديو محدد الآن. هذا الفيديو الذي يشرح خطوة بخطوة حول استراتيجيات الإدارة والعمل الجماعي، فاستمعوا إلي. وبنفس الوقت يمكن أن تجتمعوا وتؤسسوا إدارة مشتركة. أطلب أن يتم إعلان الفيديو أو من المشرفين أن يضعوا هذا. الشريحة التالية وإطلاق الفيديو لكي يعلم الجميع ما هي فائدة مدى أهمية العمل في الفريق الواحد. ننتظر الفيديو. الفيديو الآن بدأ. طبعا هناك رابط الفيديو موجود. الآن كل شيء نحل هذا السؤال اليوم، أو نلقي يعني أيدينا، نسترسل يعني، أو نضع ثقوا بي. أو نفتح طرق جديدة. ممكن أن ندمر حوائط أو جدران الجهنم. أنا ممكن شيخا عجوزا أنظر حولي وأرى الوجوه الشابة، فقمت بأخطاء كثيرة خلال حياتي وفقدت كل أموالي. رفضت كل من حبني. خلال حياتي لا أستطيع حتى أن أرى نفسي في المرآة خلال الزمن والشهور والسنوات. هذه الحياة، هذا الدرس تعرفه عندما تنسى كل شيء وتفقد كل شيء. كل شيء ممكن نتكلم عن الفوتبول أيضا. دوما تناضل. عند تفقد حتى ثانية ونصف ثانية ستفقد كل شيء. فرص كبيرة. والحياة كلعبة كرة القدم. كل دقيقة وكل ثانية مهمة. يجب النضال من أجل كل سنتيمتر وكل ثانية. يجب أن نعمل حتى النهاية.
يجب أن نلحق بكل شيء لأن نعرف كيف أن نجمع هذه السنتيمترات ونربطها للحصول على المسافة وبالتالي النجاح. هي ثقوا بي، هذا الفرق بين الحياة والموت. يجب أن نكون جاهزين للموت للحصول على سنتيمتر إضافي لأي سنتيمتر. حياتنا تتكون من سنتيمترات. التي تجعلنا نقاوم الشخص الذي جاهز أن يضحي بحياته، وأنتم ستضحون من أجل هذا الشخص. هناك صمت بسبب الفيديو، لذلك نحن كفريق إما نعمل كفريق أو لا شيء. هذه هي كرة القدم، لعبة كرة القدم. هذه الحياة. عندي لا يوجد شيء إضافي. ماذا تريدون أن تعملون؟ ماذا قررتم أن تعملوا؟ طبعا هذا تحفيز رائع كما يكتب في الدردشة. ممتاز. هل تقدرون العمل في ضمن فريق؟ لو في كل دولة التي فيها قادة أن يتحدوا ويعملون معا، يكرسون طاقاتهم لمنتجاتنا كل دقيقة من وقتهم، سنحصل على نتائج رائعة. اتحادنا سنخلق العجيب. لو كل القادة بكل الدول نكون خطة تسويقية، كل واحد 100 مليون سيصبح حجم مبيعاتنا سيطير إلى الأعلى بقوة هائلة. سأريكم فريقنا وكيف تؤثر الوحدة عندما نساعد بعضنا البعض في كل مكان. 1 2 3 وهذا نحن. نحن فريق مقصود، قادة مجتمعون. هل تشعرون بالطاقة؟ يبدو من الصور طاقة هائلة.
ويتصدر هؤلاء القادة نفسه المتحدث. الأبطالين يغنون، يعني برافو برافو. مرحبا لكم جميعا. هذه الطاقة الفعلية. أنا انتهيت من كلمتي، شكرا لكم جميعا من إيطاليا. انتهى المتحدث، شكرا لكم. أنقل كلمة إلى مانويل. شكرا جزيلا دراغوش. اعذروني، أنا مضطر لأتكلم بدون كاميرا لأن الكمبيوتر يعني توقف عن العمل ويجب إعادة تحميله، وأهم شيء أنني أتكلم. دراغوش تكلم لنا عن أداة قيمة، أدوات، أداة يوجين وأدوات تعدين البيانات والتوائم الرقمية. وأخيرا رجعت إليكم، أعتذر لهذا الخلل الفني. وأمامنا الآن لدينا ما زال متحدثون، ولدينا شخص رائع جدا ولديه أخبار قيمة اليوم. يوم السبت هو يوم عمل السبت يسمى. من المهم الاستماع لكل الأدوات وما هو ينتظرنا في مشروعنا، والذي يهمنا وأخاف أو أخشى أن نترك شيئا من الأخبار، من التطورات الجديدة في العالم، إمكانيات أكثر فأكثر. نركز على الهدف الأول، هو 15% من سكان العالم. سنتكلم في بالأرقام حول التقرير المالي، حول إنسان محترف في الأمور المالية، سندعو فالنتين ساكولنيكوف. هذه العائلة التي يمكن أقدر يعني ألفظها. هو مشرف في قسم الرقابة والتحليل جمعية المستهلكين في مؤسسة تطوير الاقتصاد الجديد، المدير الأعلى في برنامج الشراكة للشركة، ومحلل مالي، وخريج دورة ماستر بروفي، وعضو في جنرالات العالم من أجل السلام، ومستثمر خاص. وأن تبقى هذه الشركة في المراتب الأولى وأن نحقق ما نريد أن نحققه
ونرغب به. فلنتين، نحن ما التقينا يعني بصراحة، ولكن أنا يعني قد تعرفت عليكم جميعا بهذا الشكل، يعني بشكل غير مباشر، ولكن نحن على أي حال تعرفنا. أنا أعتقد يا فلنتين أنت نترك الكلمة لك، وشكرا جزيلا مانويل. أرحب بكم، نهاركم سعيد جميعا. هل تسمعوني وتروني بشكل جيد؟ اكتبوا من فضلكم في الدردشة من 1 إلى 10 جودة الصوت والصورة. رائع، ممتاز. أرحب بكم مرة أخرى في هذا الويبنار، وننتقل إلى الأرقام ونتحدث عن الإحصائيات كالعادة. نبدأ من عدد التسجيلات. لدينا يعني هو عمل تجاري متعلق بالمشاركين وعدد التسجيلات. كلما كان عدد اللقاءات مع شركائنا وعدد التسجيلات أكثر، كلما بدأنا بالنمو بشكل مطرد. وطبعا هذا كل هذه المعلومات هي تعطينا معرفة كيفية عمل هذه الأمور والمنتجات. ونحن لنبدأ بالبلدان 10 الأولى التي تميزت بأغسطس. الشهر الأول، عفوا، المركز 10 روسيا. نشكر الجميع، وأريد أن أذكر أن هناك انخفاض بعدد المشتركين والتسجيلات، ولكن هناك أمر إيجابي، لدينا زيادة في حجم المبيعات. هذا يعني أن الفريق يعمل والشركة تعمل، والكل يفهم كيفية العمل والتعامل مع هذه الشركة، وهذا ممتاز. وأيضا لدينا مبيعات بحسب التسجيلات الحالية 156 شخص جديد. نحن نرحب بكم بالشركاء الجدد. هذا يعني ممكن هو عدد غير كبير نسبة إلى العدد الضخم من السكان في روسيا. المركز 9 الولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد يعني زيادة ضخمة، ولكن 513 شخص جديد، ولدينا أيضا هناك زيادة بحجم المبيعات. هناك في الولايات المتحدة يعني تسجيلات جديدة، وفي أثيوبيا المركز 8 ممتاز. كما قلت أن في أثيوبيا هناك بعض يعني القيود في الانترنت، وهناك في فترة من فترات ما كان هناك انترنت أصلا، انقطاع في الانترنت، وهناك زيادة في عدد التسجيلات. وأيضا هي تعمل في حجم المبيعات كان أقل، ولكن يجب هذا سيؤدينا إلى فول أب في لقاء إجابة عن أسئلة والتحدث عن خططنا. عمان في المركز 7، نحن أيضا نرى لا يوجد لدينا يعني نمو مع إذا ما قارنا بالشهر السابق، ولكن لدينا زيادة في المبيعات 0.07. هناك المبيعات نفس الحجم تقريبا. النيبال في المركز 6، الرؤساء في النيبال والقادة يعني رائعون. كما في الهند أيضا الأمور هي متشابهة معهم.
ولديهم نفس المشاكل وصعوبات مع أثيوبيا وأيضا مع البطاقات المصرفية، وهناك صعوبات في يعني صعوبات، ولكن المركز السادس يعني هذا أمر ممتاز. وهناك أيضا زيادة في حجم المبيعات 19%، هذا شيء رائع. المركز الخامس المملكة المتحدة، نحن نهنئهم من بريطانيا. هناك ليس يعني ذاك العدد الكبير من التسجيلات، ولكن العلاقة النسبية هي تضعها في المركز الخامس، وهناك زيادة في حجم المبيعات. الأرقام هي تتحدث عن التسجيلات والمبيعات وغيرها. كما قالت فتيانا شرفلوفا أن هؤلاء الناس الذين شاركوا في الماراثون، نحن نرى أنه هناك نتائج وهناك أرقام جيدة، وهؤلاء الذين قاموا بجميع الواجبات البيتية، كلما قمت بواجبات بيتية أكثر، أنت تقوم بهذه الواجبات البيتية لنفسك وليس لغيرك يعني، وأنت تنمو. نيوزيلندا في المركز الرابع، أحسنتم. الآن هناك وقت الليل، ولكن أنا أعتقد أن هناك الكثير من يشاهدون من نيوزيلندا. لا يوجد يعني تلك الزيادة الكبيرة مع الشهر مقارنة بالشهر السابق، ولكن هناك زيادة في حجم المبيعات. نرى أن هناك ناس يدخلون ويحصلون على التعليم، ولديهم الرغبة في شراء يعني منتجات، وهم يدخلون إلى دورات خاصة. ولذلك أحسنتم في نيوزيلندا، وهناك زيادة، هذا مضاعف إذا ما قارنا بالشهر الماضي. أفريقيا الجنوبية المركز الثالث، أحسنتم، نحن يعني نهنئكم. هناك انخفاض بسيط مقارنة بالشهر الماضي، ولكن على أي حال أفريقيا الجنوبية المركز الثالث بعدد التسجيلات. هذا يعني أنا أعتقد خلال الفترة القادمة لدى أفريقيا الجنوبية كل الفرص لأن تكون في المراكز الأولى. إسبانيا، لنرحب بكم ونهنئكم، ولكل الذين يتكلمون باللغة الإسبانية أمريكا الجنوبية، 109 عدد هو التسجيلات الجديدة. وأيضا نرى هناك انخفاض قليل وانخفاض في المبيعات أيضا، لكن هذا يعني يجب أن تكون هناك لقاءات مكررة لعرض ما هي قدراتنا. وهولندا هناك 199 شخص، هذه الزيادة هي يعني رائعة. نحن نرى هنا زيادة في حجم المبيعات، هذا تقريبا ب يعني مرة ونصف. هولندا قبل فترة هي كانت يعني لديها، حتى ما كانت لديها مركز ضمن البلدان العشر الأولى، ولكن بسرعة هي يعني بدأت تتصدر هذه القائمة، هذا شيء رائع. وفي لدينا يعني الحساب الخاص مترجم إلى 12 لغة، وفي هولندا نحن يعني لغات أخرى، ونحن نترك الفرصة لهم ونوفر لهم اللغة أيضا، ونهنئهم مرة أخرى.
البلدان العشر الأولى بحسب حجم المبيعات. النيبال في المركز العاشر، أحسنتم، 213,000 دولار وزاد 20%. إيطاليا في المركز التاسع، إيطاليا كانت في المراكز الأولى في العام الماضي، الآن في المركز التاسع. نحن نرى الفريق، ونحن نرى الفريق النشط. نحن نعرف أن إيطاليا يمكنها أن تدخل إلى المراكز الخمسة الأولى. المركز الثامن بيرو، 195,000 دولار. هذا ليس زيادة كبيرة، ولكن الزيادة هي موجودة. نيوزيلند المركز السابع، نرى أن لديها زيادة في التسجيلات وأيضا في التداول، 80% الزيادة. نيوزيلند هي الدولة التي دخلت في هذا المراكز المتقدمة. الرؤساء قاموا بالعمل الجاد ودخلوا ضمن البلدان العشر الأولى. هولندا في المركز السادس، هناك في عدد تسجيلاتها في المركز الأول، ولكن هنا هي في المركز السادس. أنا متأكد أن لهولندا كل الفرص للوصول والدخول إلى المراكز الخمسة الأولى. في كما نعرف لديهم زيادة في التسجيلات وعدد المبيعات أيضا. عمان في المركز الخامس، كما نقول عمان الدولة التي هي تعمل معنا ومن فترة طويلة هي المراكز الأولى. كل الأعداد هي مضبوطة، والمركز الخامس والزيادة هي أكثر من 500,000 دولار. حجم المبيعات اليوم هو أكثر من الشهر الماضي، 608,000 دولار. فيتنام المركز الرابع. نحن نعرف أن الفريق هو فريق قوي جدا. اليوم نحن نريد أن نقوم بفتح يعني فرع لأكاديمية المستثمر الخاص وفي فيتنام وفي دول أخرى. أحسنتم، الفريق نحييكم من فيتنام. هناك زيادة كبيرة في المبيعات ومقارنة بالشهر الماضي، 670,000 دولار. المركز الثالث لأستراليا، يعني هذا الشيء رائع. أنتم وصلتم تقريبا إلى مبلغ المليون دولار، ولديكم كل فرص في سبتمبر أن يعني تعبروا هذا العدد، هذا المبلغ. وهذا الشيء يعني يعود إلى الرؤساء. أستراليا كما قال أندرو، لدينا الآن مكتب هناك ونحن نرى المبيعات هناك كبيرة. أحسنتم، وأنا أعرف أنكم يمكنكم المزيد. الولايات المتحدة الأمريكية، 935,000 وحدة أو 935,000 دولار في الزيادة، وهناك زيادة 4.74% مقارنة بالشهر الماضي. ونحن نرى لدى الولايات المتحدة أيضا كل الفرص للوصول إلى المراكز الأولى. أحسنتم، والرؤساء والشركاء في الولايات المتحدة. المركز الأول الهند، 1,627,000. يعني هناك انخفاض بسيط، ولكن أعرف أن في الهند يعني فريق رائع، والفريق هو يعمل منذ فترة طويلة. هناك الهند تدخل التاريخ كالدولة في المركز الأول.
هل يعني ستتساوى الولايات المتحدة والهند؟ في الآن الماضي كان هناك حفل إيفنتي في الهند، اكتبوا زائد إذا زرتم هذا هذه المناسبة، هذا كان يعني شيء رائع لا ينسى. أنا استقنت في الهند لمدة نصف سنة، هذا كان شيء يعني هناك كانت أمور مختلفة، ولكن على أي حال كان هناك يعني هو يوم واحد ويومان بعدها وأيام لا تنسى، وأنتظر بفارغ الصبر الإيفنتي الجديد والذي سيكون في أكتوبر وسيكون أونلاين. سننتقل إلى الشريحة التالية لنتائجنا. 17 شهرا من العمل برنامج العملة المشفرة، يعني 778 ألف شخص، 50 ألف عميل. إذا نظرنا المستشارون مدراء وقادة مدراء 3000 و 1534 هؤلاء الذين يقومون بالمبيعات، مدير أعلى ومستشار رئيس ورئيس 431، 160 مستشار رئيس و37 رئيس. أحسنتم، هذا شيء رائع. كل واحد كل شريك لديه الفرص للوصول إلى يعني مركز رئيس ووصول إلى مجلس الرؤساء. وما يتعلق بالمبيعات، حجم المبيعات خلال 17 شهر 178 ألف مليون عفوا و 76 ألف و585 يونت. يمكنكم أن تصفقوا لأنفسكم هذا الشيء ونتائج رائعة من خلال كل مبيعات لهذه، نحصل على نسبة. لذلك مبلغ العلاوات بحسب خطة السوق هو وصل إلى 61 مليون و789 و554 و532، يعني هذا مبلغ ضخم جدا، 161 مليون يونت. هذا يعني مؤشر رائع خلال 18 شهر من العمل. مليون و400 شخص قاموا بالتسجيل، وهناك يعني مثلا عملاء عددهم 608 أكثر من هذا العدد، وهناك معلومات المزيد من المعلومات يعني عن الويبينارات المغلقة التي ستكون في الأسبوع القادم. الآن سنتحدث عن الاستثمارات، أيضا ستكون هي يعني في الويبينارات القادمة. السوق يتغير دائما، والشريحة التالية ثمن المحفظة 477 مليون و656 و210 يونت. يمكنكم أن يعني تهنئوا أنفسكم وتصفقوا لأنفسكم، لأن الجميع لديه نسبة أو حصة في هذه كما نريد أن نسميها الكعكة، وكلما قمنا بزيادة نشاطاتنا كلما زادت هذه الحصة. أنا أشكركم على ردود الأفعال والتواصل، ونترك الكلمة للسيد مانويل.
نعم، أنا معكم. وحقيقة هذه الأرقام هي يعني رائعة، وطبعا هذا شيء طبيعي، وكيف يمكن أن يكون الأمر بشكل آخر؟ نحن وصلنا إلى القمة التي من الممكن يعني أن نصل إليها. أنا أعتقد أن كان لديك معلومات أكثر بكثير، ولكن هذا يعني الوقت المحدد كان. أنا كأرقام رأيتم الأرقام، ويمكنكم أن تتأكدوا بأننا نعرض على حضراتكم النمو والنتائج التي توصلنا إليها. هذا كل ما نصب إليه ونسعى إليه. أنا أريد أن يعني أهنئكم وأهنئ نفسي لأنني جزء من هذه المؤسسة، وكل مرة أرى وأنظر هذه النتائج أكون سعيد جدا، وأريد أن أهنئ الدول التي في المراكز الأشهر الأولى، وأيضا أريد أن أهنئ طبعا الهند لأنهم شهرا بعد الشهر هم في المقدمة. طبعا عدد السكان كبير جدا، ولكن هذا لا يعني أنه ليس العمل الجاد للعملاء هو الذي يؤدي إلى هذا. طبعا أريد أن أهنئ جميع الدول التي تكون ضمن الدول العشرة، والتي أحيانا تخرج من هذه المراكز، ولكن نحن يعني جميعنا يعني نحاول ونريد أن نعمل وننجح. ولدينا أصبح لدينا الآن يعني أخير متحدث وأخير رئيس الذي سيتحدث إلينا عن سلسلة الكتل، ماريا أنتونينكا. أنا أعتقد أنني نجحت في قراءة اسم العائلة أو اللقب لها. أنا أحترم جميع الرؤساء، وطبعا لديها لها ابتسامة جميلة، ولكن أنا دائما يعني أتفاجأ بمعرفتها العميقة وهدوئها وثقتها بنفسها. هي أبدا يعني دائما تجيب عن الأسئلة في مواضيع صعبة جدا، أمور سهلة وأمور صعبة. هي مستعدة للتحدث عن سلسلة الكتل بلوكتشين، لديها خبرة 20 سنة كممول، وهي خبيرة في مجال إدارة التمويل والشركات والشخصي، ومدرب معتمد في ماستر بروف، ومقدم وجنرات العالم أجل السلام، ونائب رئيس في إطار البرنامج التابع لجمعية المستهلكين للتطور الاقتصادي الجديد للعالم. وهي دائما مع ابتسامة. أنا يعني لا أعرف كيفية وصفها، والآن أريد أن تزيني هذا العرض التقديمي. شكرا جزيلا مانويل، شكرا دائما. يعني هذا هي ردود الأفعال دائما تكون يعني رائعة، والكثير يقولون أن ويبينارات هي فنية، والبعض الآخر يقول أن ماريا هي تتحدث معنا كالأطفال. أنا يعني أحاول أن أشرح للجميع كل شيء كي يكون مفهوم بالنسبة للجميع. نحن جميعنا نقوم بعمل صعب وكبير. ننتقل إلى المريحة التالية، الشريحة التالية. في 2 سبتمبر كان هناك انطلاقة التبادل الداخلي. كانت هناك بعض الصعوبات البسيطة، ولكن اليوم كل شيء يعمل بشكل جيد وصحيح. أنا أعرف اليوم الكثير من الشركاء الذين قاموا باستخدام التبادل الداخلي، وهم بدأوا يبيعون الـ CRU الخاصة بهم، والبعض بدأوا بشراء بعض النقاط CRU،
كانت هناك مخاوف أحيانا قبل البدء، وكانت هناك يعني نخاف من أن يكون تكون الأسعار قريبة من الصفر. يعني هناك أحيانا الرموز المميزة هي يعني في البداية تنخفض، ولكن خلال الأيام القليلة من التبادلات التجارية نحن رأينا أن شركائنا وضعوا بالمبيعات 1% فقط من حجم الحجم الإجمالي. نحن الآن نعرف تقريبا 500 مليون نقطة CRU، ووضعوا 5 أو 6 ملايين، يعني هذا تقريبا 1%. لماذا نحن نتحدث عن هذا الأمر وماذا يعني هذا الأمر؟ هذا يعني أن شركائنا لديهم معرفة مالية، هم لا يتسرعون في عملية بيع الـ CRU بأسعار منخفضة، وتعرفون معامل لتعدين الذهب والبازلت ويوغين والتنقيب في البيانات ومنتجات أخرى رائعة هي يستخدمها سلسلة كوتلنا. كل هذه المنتجات هي تؤدي إلى حصولنا على دخل من الـ CRU وأيضا من سلسلة الكتل الخاصة بنا UNTB. ونحن نرى أن خلال يوم واحد كان 1.5 مليون حجم التبادل. وعندما قلت قبل شهر لماذا ما ذهبنا إلى مثلا البورصة الخارجية أو الأمريكية مثلا وميورج مثلا أيضا من أكبر وأضخم البورص الموجودة في العالم، $400,000 في شهر، نحن في يوم واحد 1.5 مليون، يعني هذه هي البداية فقط. الناس هم يعني فقط بدأوا، كانت هناك بعض الأخطاء في البورصة، نحن توقفنا عدة مرات يعني تفادي هذه الأخطاء. الأيام الأولى هي ليست يعني يعني المعدلات الأصلية أو التي ستكون مستقبلا. نحن الآن نرى أن هناك عدد كبير من العملاء والذين أو التجار وأصحاب الأعمال الذين سيعملون معنا، ونحن هناك كثير من الناس الذين للمرة الأولى يرون هذه البورصة والمرة الأولى يقومون بالبيع والشراء. البعض قاموا بالحصول على $70 مثلا خلال ليلة، ولو هذا المبلغ هو قليل ولكن هم يفهمون كيفية عمل البورصة. إذا كانت رأس المال أكبر فيمكنك الحصول على ليس $70 ولكن 700 أو 70,000 إذا أنت تفهم الأدوات أدوات البورصة. ننتقل إلى الشريحة التالية. كما تتذكرون في مايو كان هناك عرض لهؤلاء المشتركين في النادي، هو تبادل إداء الداخلي خلال سبتمبر. هذا الأمر هو مستمر، وإذا أنتم يعني حصلتم على 1.5% على كل شهر، إذا أنت قمت بالإداء لمدة 12 شهر فستحصل على 1.8%، ومن حصل على قام بالإيداع لمدة 24 شهراً فهو حصل على 2.5% من النسبة. وفي أكتوبر نحن سننتقل إلى بلوكتشين والمحفظة، محفظة التشفير، وكل
يعني إذا أنتم ما قمتم باستخدام الإيداع staking قبل الفترة المحددة فأنت ستحصل على النسب، وفي شهر أكتوبر ستحصل على الدخول التي عملتها في شهر سبتمبر. كل النسب التي حصلت على سابقا سيعاد الحساب فيها. سأتوقف العمل بهذا العقد بآخر الشهر. الشريحة التالية، وأكتوبر بأنه فريد هو عيد ميلاد الشركة. أي الشهر الأخير لإيداع نقاط CRU غير المجمدة داخل حساب الشخصي. ستحصل وكأنك على شهر كامل. حتى لو اشتريتم نقاط غير مجمدة في أول أكتوبر وكأنك تحصل على شهر كامل كهدية للمشاركين في الـ VIP، نادي الـ VIP للحصول على فوائد من التخزين في الستيكينج في الـ. هذه هدية رائعة بمناسبة عيد ميلاد الشركة. ما نتحدث عن التوكينات، الغالبية يعرفون CRU هذا توكن سيكوريتي. USD عبارة عن دولار رقمي. يعني يمكن أن تحمل على تليفونك التطبيقات الخاصة بهذه العملات الثلاثة من خلال ماركت أب. على التطبيق ترى كل هذه العملات، ورسملة الأموال والعملات، و أهم 10 عملات في العالم بنوعين من فئتين أو في البلوكشين أو في البورصة. يعني مثل البيتكوين والإثيريوم وغيره، وهناك عملات جديدة رقمية. نحاول خلال الفترات السابقة نعمل بلوكشين خاص بنا وهناك بعض الشركات وصلت إلى المركز الخامس. وعملات مختلفة يعني على المراكز تتنافس. وكل العملات في المراكز الأولى. لم تختفي لأن وراهم يعني قيم عالية أو إمكانيات عالية. ونحن اخترنا هذا الطريق أيضا. وفي أكتوبر سنقدم لكم
البورصة الخارجية، يعني تكون مرخصة، وتوكننا USDU يعني أعطيناها لناس مجربين وذوي خبرات عالية جدا. شركة سيزر يعني لشركات الدفع، يعني أنظمة الدفع المختلفة. تيزر يعني تم طباعة 5 مليار USDT عام 17، تم طباعة 5 مليار دولار، أي 5 مليارات توكن، والآن يعني هناك يجري الحديث حول يعني البحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، مقاضاة دولية. يعني هناك عملات يعني يتم التدقيق فيها والحسابات، ونحن نعمل على الاعتماد الدولار الرقمي، ولن يستطيع أحد أن يشك في السيولة لدينا. يفضل تحويل الـ USD كوين أو العملة USD. هذه نسخة سكرين شوت من محفظتنا ينتظرون في أكتوبر الانتقال إلى البورصة الخارجية، يعني أرصدة الرموز وموارد الشبكة المجانية رام زائد CPU زائد نت. سترون ستروا التوكنات التي لدينا التي يعني تشبه أي محفظة تشفي مشفرة. توكن كريبتا وتوكن NTB، ونحصل على موارد. الشريحة التالية في المحفظة، عندما تعمل على تخزين كريبتا فالمحفظة تبين كم لديك من الوحدات المحررة وما هي الدخول الواردات، وأنت تختار. وتضع كمية معينة للتخزين، وتبين الدخل التقريبي، وأنت تقرر أي جزء من هذه الوحدات أن تخزنها. الخروج من الإيداع يستغرق 72 ساعة، يعني عمليات إيداع CRU في المحفظة للحصول على UNTP.
ولكي لا يتم هناك فوضى عارمة ومعلومات سلبية. يعني عندما أريد أن أبيع جزء من الوحدات المخزنة يجب أن ينتظر 72 ساعة عندما يتم الخروج. ممكن الباقي أن يضعه في الستيكن في التخزين أو الإيداع. يعني لو أردتم أن تبيعوا ولسبب ضروري يجب أن تعرفوا أن ذلك سيستغرق 72 ساعة. ممكن أن تضعوا جميع العملات المحررة في التخزين إذا ارتأيتم ذلك. الانتقال إلى الشريحة التالية. الكل ينتظرون خطة العمل لشهر سبتمبر. نحن في يعني لغاية نهاية الشهر. يعني الإرشادات الخاصة بمحفظة التشفير. تطوير آلية الانتقال السلس من الحساب الخاص إلى محفظة التشفير. وتقديم الوثائق الخاصة بحماية العلامة التجارية لرموزنا المميزة. انتظروا رجاء أسبوعين على الأقل. لا تطبعوا أي شيء، لا تنشروا أي شيء حول توكيناتنا، لا تنشروا. فاللجان الدولية للأوراق المالية لا تطلب هذا يعني الضوضاء. يعني نشر وثائق التوكن ماكس والوايت بيبر. ربما ستكون هناك أخطاء كبيرة، فالقانونيين يعدلوا الأخطاء. هناك تساؤلات وأخطاء قد تحدث أثناء الترجمات أثناء يعني يجب أن ندقق للغاية المنشودة يعني بدون أخطاء. سنريكم في ربما في بينار مغلق عندما يكون كل شيء جاهز. حاولوا يعني خلال الثاني من سبتمبر أكثر من 60,000 واحد دخلوا إلى الملفات. لأنه شركائنا دخلوا إلى هناك. الصبر الصبر لكي لا نقضي على كل ما بنيناه. دعونا نعمل في الأسبوعين القادمين بهدوء. ماذا ينتظرنا في سبتمبر؟ تطوير آلية الانتقال السلس للحساب الخاص إلى محفظة التشفير. حيث أكثر من 800,000 حساب خاص على البلوكشين. ربما 50% لا يهمهم الأمر كلياً بالاطلاع
لا يقرؤون الأخبار أو لا يستلموا أي أخبار أو لا يتابعون. يجب أن نعيد الانتباه إلى المستثمرين الشركاء الذين لم يتحقق تحققوا بياناتهم توثيقها verification. يجب أن نعلم الجميع ونعلم بعضنا البعض ليتابعوا آخر الأخبار. كي ينقلوا عملاتهم من الملفات الخاصة إلى البلوكتشين. يجب علينا أن نقرأ الأخبار ونتابعها. وما ينتظرنا أيضا خلال هذا الشهر وشهر القادم تقديم الوثائق الخاصة بحماية العلامة التجارية لرموزنا المميزة. وتم نسخ بعض منتجاتنا من دول البلطيق، بعض دول البلطيق. وما زال ذلك بشكل سري للحفاظ على العلامة التجارية لرموزنا المميزة. سيتم اختبار البلوكشين خلال شهر سبتمبر للقادة المتمرسين للتجارة سيتم التبادل الكريبتو يونت مع العملات المعروفة الرقمية. هذا في سبتمبر سيحدث. كثير من الشركاء الآن من تعدين البيانات وغيرهم لا سيكون لمناجم الذهب أو مصانع الذهب توكينات الخاصة وستظهر على قاعدة سلسلة الكتل الخاصة بنا ليتم الحصول على النودات الخاصة بنا. طبعا سيتم نشر التوكينات الديناميك التوكينات والوايت بيبر الأوراق البيضاء واختيار التداول في البورصة الخارجية طبعا والإنفاق على خارج الطريق لإصدار رموز جديدة وتطوير سلسلة الكتل الخاصة بنا البلوكشين أي يعني وإعداد المواد للشركاء للتداول في البورصة. وكما أوضحنا لكم البرج البورصة الداخلية والتبادل الداخلي فسيكون على البورصة الخارجية أصعب بكثير الأمر. سيكون هناك أزواج من العملات الرقمية كريبتو يونت مع العملات الأخرى والآن راح خلص انتهي لا يوجد معلومات إضافية لدي. ننتقل إلى الشريحة التالية اللي هي الأسئلة والأجوبة. جميع كثير من الأسئلة أجبت عليها سيتم
ستعمل البرج الداخلية، أي سيتم الانتقال بشكل يعني تدريجي. سنحافظ على الباك أوفيس يعني لفترة إضافية. من هو من يسأل؟ يتم التحرير لمدة 360 يوم 65 يوم. تنظيم الأوراق المالية يعني حول التخزين وحول التحرير وعدم التحرير. يجب أن تكون بشكل كتابي لأن الناس لا يعرفون بالنسب كل شيء سيكون في الحسابات أو الخاصة أو الباك أوفيس نسميه. بعد كم فترة عند يتم إدخالها إلى حساباتنا للعملات التي يتم اشتراءها؟ سابقا تم شراء الباقات التعليمية. سيتم إعداد برامج إضافية، معلومات إضافية في الباك أوفيس. لحل بعض المشاكل، وبعض المشاكل حلت في الأمس. كيفية إدخالها في الحسابات العملات. لا نستطيع أن نرسل الوحدات إلى البلوكشين، ما زالت مجمدة. لمن أيضا لمن يريد أن يرسل حتى أو يحول حتى الوحدات المجمدة إلى البلوكشين. ويمكن صياغتها أو وضعها في الستيكينج أو الحفظ أو الإيداع. هل سيتم إعداد أرباح لمن لم يتم توثيق حساباتهم؟ كل شخص، كل مستثمر يجب أن يسعى لتوثيق بياناته، أي عمل verification. كل الحسابات يجب أن تكون موثقة للحصول على الأرباح وغيره من الفوائد الأخرى. سيتم إعطاء روابط للانتقال إلى البلوكشين. سيتم إعطاء طبعاً مفاتيح خاصة. أخبر الجميع أنه يعني ما زال هناك وقت للاطلاع على الأقل نصف ساعة يوميا أو للاطلاع على آخر المعلومات. أسئلة؟ أكثر في الشهر الماضي أعداد كبيرة من المحاضرات والويبينارات، والهند طلبت محاضرات خاصة، وهناك أسئلة كثيرة تم طرحها متكررة. وكان ذلك في 24 أغسطس
هناك أسئلة وإجابات ويمكن الاطلاع على الفيديوهات. يمكن الاطلاع على الأسئلة والإجابات في الموقع الخاص بنا لكي لا يتم تكرار الأسئلة. إذا لا توجد أي أسئلة فإمكانكم طرحها فيما بعد. كيفية نقل أو تحويل البونصات يعني تبدأ من يوم الخميس إلى الأسبوع القادم يتم نقلها. يعني عدة أيام يستغرق سحب النقود من أو البونصات. حول مبدأ الوحدات المجمدة أو المحررة ستعرفون عن ذلك في شهر أكتوبر القادم. سنعطي الأخبار طبعا بجرعات غير كبيرة بالتدريج، والكثير لا يعرفون كيف الحصول على اليون تي بي وغيره. يا ممكن أن تقعوا في الأخطاء واللبس، وسنعطي التعليمات كيفية فتح المحفظات المشفرة. للحصول على وحدات يون جي بي بعد ذلك سنطرح عليكم الآلية التالية، كيفية وضعها في الستيكينج أي في التخزين. سنعطي تعليمات لاحقة بشكل كتابي حول كل هذه المسائل المعلقة. أشكركم جميعا على الاهتمام الخاص وعلى التفاعل. شكرا على أصغائكم. إلى اللقاء في الفيبينارات القادمة، جزيل الشكر. هل ممكن من سؤالين إضافيين؟ كثير من المشاركين يودون السؤال. متى يمكن الحصول على الأرباح الأولى ومتى يتم حساب تلك الأرباح؟ الأرباح يتم دفعها في ذلك الشهر عندما يكون ربح الشركة أكثر من $1,000. الأرباح هي تكون بسبب أصول مختلفة، مثلا سوق الأوراق المالية مثلا أو غيرها، سيكون هناك ربح. وهذه الأرباح يعني حاليا نحن لا نحصل على هذه الأرباح مثلا من إنتاج الألماس، يعني الألماس غير جاهز ولا نستطيع بيعه حاليا. وأيضا يعني هناك مثلا البازلت الآليات هي الآن في قيد الإعداد، كل ما نحصل عليه الآن هو من البورصة. كما قال هارون أننا الآن بدأنا التو بفتح حساب في ساكسو بنك، ولذلك الأرباح ستكون موجودة.
فقط عندما سيكون هناك إطلاق في يوغين ونبدأ بالحصول على يعني تسجيلات من مستخدمين من كل النشاطات التي تكون موجودة في الشركة، هذه الأرباح سيتم توزيعها وهي ستكون نسميها بروف بونوس، ولذلك نحن لا نستطيع أن نسميها ديفيدنس دائما، نحن نسميها مرة واحدة بهذه التسمية، ولكن وبعدها هي تكون ويكون نسبتها من 8 إلى 30% النسبة، والآن هي غير موجودة هذه النسبة الأرباح، ونحن الآن نسميها بروفي بونوس. ولذلك وعندما تبدأ الأرباح بزيادة 100,000 دولار في الشهر، بروفي بونوس سيتم منحها كل هؤلاء الذين لديهم نقاط العملة المشفرة. سؤال آخر، هل يمكن للأموال في يوم مثلا يوم الأحد مثلا وضع الأموال؟ نعم، الأحد وتقوم بالإيداع يوم الأحد والحصول على في يوم الاثنين تحصل على المبلغ. هل ستبقى نسبة النسب في الإيداعات على حالها؟ إذا تحدثنا عن الخروج إلى سلسلة الكتل فلا يمكننا أن نحسب هذه النسبة، حيث نقول أن 40 توكنز تخرج خلال النصف الثانية، ولذلك يعني لا نستطيع أن نقوم بحساب هذا شيء صعب. يعني كم شخص يقوم بالبيع وكم شخص يقوم بالسحب؟ يعني نسبة الإيداع في الحساب الخاص وفي سلسلة الكتل هو صعب جدا، ولكن هناك تقريبية، يعني أمور تقريبية، يعني مثلا على 1,000 سيكون 700 شخص مثلا قاموا بوضع العملة المشفرة في ستيكينج، هذا ليس يعني واقعي، البعض يريدون الشراء والبعض يريدون البيع والبعض يريد الإيداع، النسبة في UNTB غير ممكن يعني حسابها، يمكن أن نذكر العدد أو النسبة التقريبية فقط. هناك سؤال آخر حول 4,000 الرمز التي لا يمكن إيجادها في الحساب الخاص. هناك مشكلة ممكن متعلقة بالمحفظة CRU، اكتبوا للدعم المشكلة وصورة لتاريخ مشترياتكم في البورصة، الدعم فريق الدعم سيقوم بجمعها وإرسالها خلال 24 ساعة، وسيقوم بإرسالها إلى IT قسم IT لمعرفة هذه الحلول. يعني هذا لا يعني أنكم قمتم اليوم بكتابة المشكلة إلى الدعم وإرسالها وسيتم حل المشكلة خلال 5 دقائق، لا، يستغرق الوقت 24 ساعة، سيتم الإرسال إلى اليوم الثاني لفريق الدعم IT وهم سيحاولون حل هذه المشكلة. حسنا، شكرا جزيلا، ننتقل إلى مانويل، وإلى لقاءات متجددة، وإلى اللقاء.
نعم ماريا، شكرا جزيلا على صبرك وعلى ما قمت بإضافته إلينا والمعرفة التي شاركتنا بها. أنت الأولى، أنت الشخص الذي يهتم بهذه الأمور أكثر من غيرك. أنا أيضا أريد أن أدعو هؤلاء الأشخاص الذين يعني شاركوا معنا أن يشاركوا هذه المعلومات مع بقية المعارف والأصدقاء. أنا أعمل أن تشارك المعلومات، أن تتعلموا من ماريا، أن تكونوا صبورون، ولدينا الناس مختلفون والشركاء وعملاء مختلفين، ولدينا أمامنا يعني منصة كبيرة، نحن شركة قوية جدا، وأحيانا الأعمال لا تتعلق بنا ولا تعتمد علينا، تعتمد على أشخاص آخرين وعلى أطراف أخرى. يجب عليكم الصبر، يجب عليكم أن تكون لديكم الحكمة، لا يجب عليكم أن يعني تصابوا بخيبة أمل. كل شيء خلال الوقت سيتم حله، وسنرى أن ما هي الأمور التي يجب علينا تعديلها. وأهم أمر هو أن يكون الشخص هادئ صبور. نحن شركة قانونية شفافة رائعة، أمامنا كثير من الصعوبات والمهام التي يجب علينا أن نقوم بها. هذه هي ليست لعبة نرمي الزر ونرى كم هو الرقم، لا، لدينا العملة المشفرة ولدينا الماس، وعن قريب ستأتي إلينا بالأرباح وتأتي إلينا بكل ما ننتظره. أنا أأمل أنه كنتم سعداء بالاستماع إلي وإلى بقية المتحدثين والرؤساء، وأنا أعتقد أيضا أن الجائزة الذهبية هي لماريا أنتونينكا، لأنها كانت لديها أصعب موضوع في الإجابة عن الأسئلة، ولكن يجب أن تكون يعني متدرجا معلومات بشكل تدريجي. إعطاء المعلومات يجب أن علينا أن نثق بالشركة وأن نثق بأنفسنا وأن نثق ببعضنا البعض. وطبعا نحن يختلف بعضنا عن بعض، البعض هو صبور والآخر عصبي قليلا، ويجب علينا أن نكون هادئون هدوء وأن نتمتع بهذه الأمور التي لا أعرف ما أقوله. أيضا لكم أريد أن أهنئ جميع المتحدثين والرؤساء، وطبعا أريد أن أهنئ جميع المترجمين. أنتم دائما تتطورون وتكونون أفضل وأفضل، هذا الشيء رائع، أحسنتم. وجميع الفريق، فريق الدعم الفني وكل من قام على هذه اللقاءات، أنا يعني أصفق وفخور بكم. وخلال اللقاءات القادمة سنحصل على معلومات جديدة مهمة قيمة. وحسنا، هل قلت كل شيء؟ أنا من جانبي مرة أخرى أريد أن أشكركم وأشكر جميع المتحدثين الرؤساء، وعطلة أسبوع، نهاية أسبوع سعيدة. ارتاحوا وشاركوا مع الجميع، قوموا بمشاركة هذه المعلومات، نحن نشارك معلومات لتغيير الحياة وتغيير إمكانية تغيير ما هو حولنا،
وليس ما هو قريب منا فقط. وإلى لقاءات قريبة. مانويل من إسبانيا يرحب بكم. وإسبانيا أريد أن يجب أن نكون في المراكز الأولى إسبانيا. لن نتحدث عن هذا الأمر الآن للحاق بكم، لا أعرف ما يجب علينا أن نقوم به، ولكن يجب علينا جميعا جميع الدول أن نلحق بالهند. حسنا، إلى لقاءات قريبة. إذا أحد المتحدثين والرؤساء يريد أن يقول شيء على الرحب والسلام، وإذا لا فشكرا لكم وإلى اللقاء.